محمد احمد السيد وزير العدل النائب العام المحامي العام لنباك ابو الشيخ. جاني حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية وإحالتها إلى المعاش على سن 42 سنة ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من العشر ثبوت العجز الكامل للمرض المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها أجازة مرضية بأجر كامل اعتبارا من عشر حتى خروجها إلى المعاش والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وذلك كلية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفة. تعقيب حضرتك على الحكم ايه؟ هو الحكم نص قضاءنا عادل ونص ونصفني رجع لي رجع لي الحياه بعد ما رجع لي الروح والحياه بعد ما كنت خلاص يأست من الظلم وبقى انا بناشد النائب العام والمحامي العام في كفر الشيخ اني رجعني شغلي ونفذ لي قراري المحكمي القرار العادل القرار الناصف القرار اللي ينصف المظلوم. مؤخرا صفنا ووجه الخليفه القضاء المصري عادل وبنشهد النائب العام مجلس الأول الأعلى وزير العدل بتنفيذ الحكم موضوع والدتي وصف جميع مستحقاتها المالية لحد أرجع وأرجع أساوي الزمايل اللي كانوا معايا على نفس الدرجة عشان أنظلمهم وداخلة الشغل لسليم وعناية راحت في الشغل وبعد فقدت البصر قعدت 21 سنة في الشغل وبعد ما قعدت 21 سنة في الشغل عينيا تعبتني طلعوني بره الشارع كرشوني في الشارع